اتكلم بس في موضوعين بسرعه جدا قبل ما انتقل الى المواضيع الاخرى اللي عندنا. الحقيقه النهارده من يومين ثلاثه كده اعلن النادي الاهلي ان هو سوف يتم تقييد مصطفى شوبير كرقم 30 في القائمه الافريقيه. من الوقت ده تحديدا انا الحقيقه ما رضيتش طبعا اتكلم عن هذا الموضوع قبل المباراه، لان في النهايه احنا بنتكلم عن المباراه ومباراه مهمه لازم كنا نتكلم عن هذه المباراه. واجلت الموضوع ده للنهارده، لانه هل النادي الاهلي من الممكن ان يجامل كابتن احمد شوبير ويؤيد ابنه؟ انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه، بمنتهى الصراحه، هل من الممكن ان يحدث ذلك وان يتم مجامله كابتن احمد شوبير في مصطفى شوبير اللي انا بشوفه من الحراس المرمى؟ انا شفته في ماتشين ثلاثه، ولكن لما بتيجي تسال المدربين اللي دربوا مصطفى كلهم الحقيقه بيجمعوا على انه واحد من المواهب الصاعده في النادي الاهلي. لكن لما تيجي تفكر بالمنطق والعقل، هل من الممكن ان يتم مجامله كابتن احمد شوبير في قيد ابنه مصطفى شوبير في القائمه الافريقيه؟ طيب لو ده حصل والنادي الاهلي جامل، طبعا ده ما بيحصلش، ولكن على اعتبار الكلام ده وخلينا امشي مع حضراتكم لغايه الاخر. طيب لو لا قدر الله شناوي تعب وعلي لطفي مصاب وشريف اكرامي، هل من الممكن وكل اللي موجودين في اداره كره القدم عارفين كويس قوي 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 ان كره القدم في يوم وليله، في يوم وليله ايه؟ في ماتش من الماتشات ممكن كل حاجه تتغير. عندك ثلاث حراس فجأة ما تلاقيش ولا واحد. فهل من الممكن أن يخاطر الجميع باسم نادي الأهلي عشان خاطر واحد من أبنائه وكل حاجة وكابتن النادي وكابتن منتخب مصر وكل حاجة، ولكن عشان خاطر اسم لاعب أو اسم حد ومحدش يبص لاسم النادي الأهلي؟ جماعة كلام غير منطقي بالمرة. من الواضح أن هناك أمور معينة الكل بينتظرها لمهاجمة ناس معينة جوه النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي ما بيبصش لكده. النادي الأهلي بيشوف إيه القرار الصح أو إيه القرار اللي عايزه المدير الفني وبيعمله، بعيدا عن أي شيء من كل اللي حضراتكم أو ناس كتيرة بتتكلم فيه. لأن النادي الأهلي أو الإدارة في الإدارة الفنية في النادي الأهلي لا تنظر إلا لشيء واحد بس، ما بتنظرش لاحمد شوبير، ما بتنظرش لمحمود الخطيب، ما بتنظرش لسيد عبد الحفيظ، ما بتنظرش لفايلر، بتنظر لاسم النادي الاهلي. لاسم النادي الاهلي، فعمر ما حد، وخدوا الكلمه دي مني لحضراتكم ثقه، عمر ما حد هيفرط في اسم النادي الاهلي من المجموعه اللي موجوده دلوقتي، ابدا، مهما كان عشان ايه ولا عشان مين ولا خالص. لان هو ده النادي الاهلي، هو ده الفرق. زي ما قلت لحضرتك، بتروح لرئيس النادي او نائب رئيس اي حد من الناس اللي موجوده تقول لهم يا جماعه عايزين حضراتكم بس تعملوا معانا مداخله نتكلم فيها عن الدنيا وماشيه ازاي والامور، يا جماعه مش دورنا، يقول لك مش دورنا، في الوقت اللي هيبقى محدد هنطلع نتكلم. يعني ما لهمش في الكلام ده. الناس دي بتفكر ازاي تشتغل في النادي الاهلي، ازاي تكبر اسم النادي الاهلي، مش ازاي تفكر الكلام اللي بيتقال بقى خلال الكام يوم اللي فاتوا. لكن في النهايه بالمنطق اقعد فكر مع، يعني لا كل الاهلاويه عارفين الكلام اللي انا بقوله ده، ولكن حتى لمن لا يشجع النادي الاهلي اقعد فكر كده بالمنطق، هل ممكن النادي الاهلي يجامل على حساب نفسه، على حساب اسم النادي الاهلي؟ استحاله طبعا، عمرها ما هتحصل ولا حصلت ولا هتحصل مستقبلا. احتياجات معينه للمدير الفني اتحطت الاحتياجات. لو المدير الفني كان عايز اسلام الشاطر كان هيرجع اسلام الشاطر يلعبه ويحطه، هو ده النادي الاهلي وهو ده اللي دايما بنتعلمه في النادي الاهلي. فنقفل الموضوع، وحرام على، يعني في ناس كتيره جدا حرام عليهم، يعني لانه في الاخر هو لعيب صغير، مش ذنبه ان اسمه مصطفى شوبير بالمناسبه، مش ذنبه. خلينا نشوفه كحارس مرمى، هل هو كويس ولا مش كويس؟ فأتمنى إن الموضوع ده ينتهي.